في اليوم العاشر قدمنا لرمي الجمرات أي جمرة العقبة، ووجدنا الحجاج يرمون من بعيد ورمينا معهم ورجعنا، وظهر لي فيما بعد بأننا رمينا في الهواء. أرجو أيضا الإفادة بذلك، وما هو المطلوب منا؟ المطلوب منكم إذا كنتم لم تعيدوا الرمي على وجه صحيح أن تذبحوا فدية في مكة وتوزعوها على الفقراء هناك، هكذا قال أهل العلم في من ترك واجبا، والرمي من الواجبات أي من واجبات الحج.